صباح الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال في حلقه جديده وموضوع مختلف في برنامج بيقولوا هكون معاكم انا ايمان الملكي من دلوقتي ولحد نص ساعه كل يوم اربع الساعه 11 ونص الصبح خلوني في البدايه اصبح على زميلاتي الامارات اللي هيقدموا معايا حلقه النهارده صباح الخير يا سالي صباح الخير يا ندى صباح يا الخير يا, صباح يا مالي صباح الخير على مشاهدينا ومشاهدينا في كل مكان صباح الخير يا زملائي في البرنامج صباح الخير يا امان صباح الخير يا سالي صباح الخير يا ندى صباح الخير يا ايمان وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال شاب نشا في اسره ملتزمه عمليا وعلميا ومجتهده الاب والام مهتمين بكل تفاصيل ابنهم بحياته الشخصيه وبدراسته وبتعليمه لكن بطبيعه عصرنا الحالي للاسف الاب انشغل في مفرمه الحياه الوظيفيه علشان يقدر يحقق احلام وطموحات ابنه وحتى هو ووالدته. لكن والام كمان بنفسها كربة منزل احنا عارفين يعني ايه ربة منزل ما بين المطبخ والتنظيف. وللاسف الاب والام انشغلوا تماما عن ابنهم. حتى في الوقت اللي المفروض انهم بيقضوا فيه يوم لطيف مع بعض الأب والأم والأبن مشغولين بالموبايل كل واحد ماسك موبايله ومركز فيه لغه التواصل اختفت ما بينهم الكلام النقاش سؤالهم عن يومهم كان ازاي كل ده اختفي الابن كمان للأسف كان في مرحله المراهقه وزي ما كلنا عارفين ايه هي مرحله المراهقه قد ايه هي مرحله حساسه وقد ايه هي مرحله محتاجه متابعه واجتهاد من الأم والأب بإنهم يشوفوا ويتابعوا كل تفاصيل ابنهم. الابن للأسف ركز أكتر في السوشيال ميديا ونسي دراسته. أهملها وللأسف بقى ياخد نماذج سيئة على السوشيال ميديا ويقلدها. زي ما كلنا عارفين طبعاً ظاهرة السوشيال ميديا التيك توك بالتحديد. فبقت كل محتوياته غير هادفة ونسي دراسته وبقى إنسان بيكذب ومهمل لكل حاجة في حياته. زي ما أهله بالظبط أهملوه. في نهاية في دراسته في المرحلة الثانوية نهاية دراسته واستلامه للنتيجة للأسف إن الأم والأب تفاجئوا بإن نتيجة ابنهم ما تجيبش حتى يعني أقل المستويات التعليمية. هما للأسف اكتشفوا إن انشغالهم عن ابنهم هو كان سبب إن ابنهم للأسف ما فرحهمش، لكن هما ما على إنهم أو سعوا إن هما يوصلوا ابنهم بطريقة كويسة للمستوى اللي هما حابين يشوفوه عليه. للاسف يا سالي المشكله دي بيعاني منها 90% من الاسر في مجتمعنا ودي نتيجه للتاثير السلبي للسوشيال ميديا وتاثيراته السلبيه في تاثيرات سلبيه كتيره جدا للسوشيال ميديا ده اللي هنتكلم فيه النهارده وهنناقشه بس هروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا ومكملين معاكم موضوع حلقتنا النهارده تاثير السوشيال ميديا على الاسره كلنا عارفين ان السوشيال ميديا هي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس وانستا وما نقدرش ننكر ان المواقع دي على يعني ليها ايجابيات زي انها قربت البعيد مثلا المغترب بقى يقدر يتواصل مع اهله في اي مكان وفي كل وقت لو زهقانين او مش لاقيين حاجه نعملها بنفتح الموبايل بنتابع برنامج بنتابع مسلسل بنتابع فيلم عجبنا او بنحبه نقدر نحمل العاب ونلعبها بس اللي مش قادرين ناخد بالنا منه ان السوشيال ميديا دي بقت عامله زي المرض المرض الخبيث اللي لو سيطرت علينا بتقضي علينا وكمان ما نقدرش ننكر انها زي ما قربت البعيد هي برضو عملت فجوه مع القريب ما نقدرش ننسى ايام زمان وذكريات زمان لما بنقعد نفتكر في ذكريات زمان اللمه وجمعه العيله والضحكه اللي بتوصل لاخر الشارع صوت الاطفال وهم بيلعبوا تحت البيت الحكايات اللي ما بتخلصش دلوقتي للاسف بقى قليل قوي لما بنتجمع وحتى لو اتجمعنا بيبقى كل واحد مركز في موبايله بقينا مركزين اكتر ان احنا نصور اللقطه اكتر من ان احنا نعيش اللحظه نفسها بس انا عايزه اعقب على حاجه سالي موضوع ان يعني كل واحد بقى ملهي في التليفون دي بقت مش جوه افراد العيله او جوه يعني ان احنا نبقى قاعدين مع بعض او في مقابلات شخصيه او حتى لو احنا كعيله قاعدين مع بعض احنا مركزين بس في التليفون الموضوع بقى جوه الاسره الواحده يعني بمعنى ان كل الناس يعني لو انت في بيت الاسره كلها الاكل محطوط كل واحد باصص في التليفون وبرده التلفزيون مفتوح بس مفيش تركيز زي الاول اللي هو ابقى سرحان يا ولد سيب التلفزيون دلوقتي وخليك باصص في اكلك وكل لا مبقاش ده كل افراد الاسره قاعدين الاكل محطوط التليفون مفتوح بس سرحانين معاه التلفزيون موجود بس مش قايم بدوره ان هو حتى يلهيهم ولو لوقت صغير ان هم يمسكوا التليفون دي حقيقه فعلا يا, يا ندى ال... الناس دلوقتي ما بقتش بتقعد قدام التلفزيون قد ما بيمسكوا الموبايل بالزبط. ده حتى الامهات الامهات اللي دايما كانوا ب... بيزعقوا لاولادهم علشان ماسكين الموبايل لساعات طويله هم دلوقتي اللي ما بقيناش عارفين نتكلم معاهم علشان ماسكين الموبايل 24 ساعة حقيقي يا جماعة الناس ما بقتش مدركة خطورة السوشيال ميديا علشان كده احنا عايزين نلقي الضوء على سلبيات السوشيال ميديا يمكن الناس تاخد بالها أول حاجة هي التأثير على العلاقات الأسرية أو بمعنى أصح التفكك الأسري اللي هو يعني يعتبر من أقصى سلبيات السوشيال ميديا وهو ده ناتج عن إن كل واحد في البيت قاعد لوحده عايش في عالم منعزل تماما عن كل واحد عن عن, عن باقي أفراد البيت وما بقاش في حد بيتعامل مع التاني يعني أتذكر كده جملة للأستاذة فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم كانت بتقول ما بقاش ناقص غير ان انا اجيب سبع تليفونات في البيت يبقى كل واحد ماسك تليفون وقاعد في اوضته بيتكلم بيتكلم في التليفون، هي الحقيقه كانت بتتكلم وهي مستنكره بالموضوع ده وما كانتش متوقعه انه ممكن يحصل في يوم من الايام، ولكن هو ده الحقيقه هو ده دلوقتي في العصر الحالي هو ده واقعنا هو ده اللي بيحصل دلوقتي حقيقي بقى الموبايل بقى شاغل كل وقت وقتنا في البيت ما بقاش في حد عارف يقعد مع التاني ما بقاش في تجمعات أسرية ده حتى لما يبقى في حد محتاج حاجة من حد بيبعت له على الواتساب يعني حتى بيستخسر ان هو ينادي عليه او مثلا يديله ر... يديله رنه عشان يجي له طب ما انتوا في <تضحا> انت اللي في بيت واحد المشكله كمان ان الاطفال اللي بيتربوا في بيئه زي دي اللي هو يعني الاب والام منشغلين جدا بالموبايل والسوشيال ميديا دول دي يعني المشكله دي في خطر المشكله دي في خطر ليه؟ لان دول بيفقدوا مهارات التواصل الاجتماعي، مهارات التواصل نفسها، مش بيكونوا يعني مش بيكونوا عارفين يكونوا علاقات بين الاصدقاء، علاقات شخصيه، مش عارفين بمعنى اصح ان هم يتعاملوا مع الناس، الاطفال دي منذ الطفوله هم لوحدهم يعني بيجي لهم زي توحد وده امر طبيعي جدا بيسبب الاكتئاب. دي حقيقه فعلا التوحد هو مرض العصر بسبب انتشار ظاهره السوشيال يعني ميديا السوشيال ميديا والموبايل يعني بقى ان احنا الناس. لو احنا يعني انتوا لوحدكم انتوا ماسكين تليفونات بس سايبين اطفالكم لوحدكم ده كل ده بيسبب سلبيات ده غير كمان ان هو لما بيرجع التاثير التاثير ده بيرجع على الطفل اضطراب في النوم على انخفاض المستوى التعليمي اللي الناس كلها بقت تشتكي منه ان طفل الابن ما بيذاكرش وبيسال المدرس طب ما انت بص هو جوه البيت بيعمل ايه؟ برافو هي هو كمان هي أيوه هو, هو كمان شايفك جدا نقطه الجفاء العاطفي بين الاسره بالضبط. يعني الـ الـ الاهل خلاص ما بقاش في بينهم لغه تواصل هم ممكن كمان ما يكونوش عارفين ايه سلوكيات بعض هم من نفس الاسره لكن ما حدش عارف ده سلوكياته ايه او شخصيته ايه ما فيش اي تعبير ما بينهم لغه التواصل زي ما قلتي ما بقوش يعني لا في لغه تواصل ما بينهم وبين بعض ولا لا. مع الناس بره البيئه بره والاخطر الاطفال لو في اطفال في سن صغير وما فيش رقيب او حسيب عليهم الاطفال ممكن يوصلوا لمواقع يعني مش مناسبه لعمرهم او سنهم دي النقطه يفرض... اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها وهي دي رساله مهمه جدا احنا لازم نوصلها يا جماعه تقليد الاطفال للاباء والامهات الام بعد ما كانت بتزعق دلوقتي بقت ممكن تخلص شغل البيت او تعمل نصته عشان تقعد دلوقتي ماسكه التليفون الاب برده ممكن يرجع من الشغل ماسك التليفون طب انت ماسكه ليه طب ما هو انت ممكن تيجي بس تقوم بدورك كاب وانت برده تقومي بدورك كأم مش عشان انت نظفتي البيت او جبتي الولاد من المدرسه او عملتي الاكل في حاجات ثانيه كتير ايوه. احنا لازم نسال نفسنا آه ابني مقصر في ايه لا انا هسال نفسي انا قصرت في ايه يا جماعه انتوا قدوه لاطفالكم قدوه لابنائكم هم بيقلدوكوا وبعدين بيتعلموا حاجات احنا ما نعرفهاش هما هم بيبقى قاعد لوحده بالتعجي. لو الطفل جاله توحد انت كمان جالك توحد وانت كمان جالك بالضبط توحد بالظبط يعني حالات التوحد اصلا اللي منتشره ما بين معظم الاطفال في العصر الحالي اللي زمان ما كانتش موجوده سببها الاباء لان هما بيحاولوا ان هما يريحوا دماغهم من الاطفال هما لسه صغيرين يريحوا دماغهم من الزن بتاعهم ويدوهم يسيب لهم الموبايل علشان يلعبوا فيه هما يرتاحوا شويه وهما مش مدركين تماما ان ده خطر جدا وان ده هيدخل الطفل في حالات نفسيه كتيره جدا. جداً وكمان هيجيله توحد وممكن ميقدرش إن هو يتعالج من الموضوع ده بس خلونا نركز كمان على حاجة تانية من سلبيات السوشيال ميديا وهي تمرد بعض الناس على حياتهم حياتهم اللي بيقارنوها بحياه الناس الثانيه اللي هم قاعدين 24 ساعه على الموبايل بيتفرجوا عليهم بتفرج على صور اللي سافر واللي اشتغل شغلانه كويسه واللي لابس لبس حلو واللي اشترى موبايل جديد واللي اشترى عربيه جديده واللي متصوره مع جوزها صوره كويسه وباين قد ايه هم بيحبوا بعض من الصوره دي بس ممكن يكون في الواقع حاجه تانية خالص ما هو ده اللي بيعمل فجوه في العلاقه يعني انا شفت بقى انا ممكن اكون مثلا لو انا متجوزه فانا حياتي مش مش مبسوطه فيها فانا دلوقتي بتفرج على صور حد مبسوط جدا وهو ممكن ما يكونش موجود ابص لنفسي لا انا انا ليه مش كده يبدا الفجوه في العلاقه تبدأ المشاكل مش بيحلوا بقى اللي هو بالطريقه اللي هو احنا نحل علشان ما يبقاش في مشكله بيني او بين زوجي او بين صديقي او او صحابي عموما لا انا شايفه ناس بتسافر وناس فرحانه فدي اللي كانت مشكله سلبيات السوشيال ميديا كتيره السوشيال ميديا حاجه ينفع نس يعني نبقى منتفعين بيها اذا كان لينا ولا اطفالنا او لاصدقائنا آه لسه مكملين معاكم بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم تاني استنونا ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم موضوعنا النهارده هو تاثير السوشيال ميديا على الاسره قبل الفاصل اتكلمنا زميلاتي ندى وايمان ووضحوا اكتر ايه هي سلبيات وكمان ايجابيات السوشيال ميديا عرفنا ان السوشيال ميديا على قد ما ليها مميزات وعلى هي على قد ما ليها عيوب وليها اخطار خصوصا على الاطفال في سن صغير احنا حابين النهارده نوجه نصيحه لكل اب وكل ام انهم يتابعوا سلوكيات اولادهم او حتى يعلموهم ازاي يتعاملوا يستخدموا موبايل موبايلهم والسوشيال ميديا بطريقه صحيحه وسليمه في في دول متقدمه بيعلموا اولادهم وبيعلموا الطلاب وبيعلموا الاطفال ازاي ممكن يقدروا يعملوا ابحاث مثلا على السوشيال ميديا ازاي يقدروا يوصلوا لمعلومه مهمه ازاي يقوموا سلوكهم ويرشدوهم أه كمان حابين ان احنا يعني معظم الاباء دلوقتي او الامهات بيعلقوا على اولادهم انه ولادنا طول الوقت مشغولين بالسوشيال ميديا، ولادنا طول الوقت ماسكين الموبايلات بس يا جماعه الحقيقه مش كده خالص. الحقيقه ان احنا اللي بنوجه ولادنا انهم يركزوا في موبايلاتهم أه زي ما هم طبعا زي ما زميلتي ايمان قبل أه ندى قريت قبل الفاصل ان الاب او الام الاطفال هم بيقلدوهم، انت ماسك موبايلك طول الوقت فاولادك طبيعي انهم هيقلدوك. يعني انا يعني لو الاهل ياخدوا بالهم اكتر ان الابن لو مثلا كان ماسك موبايله ومركز في موبايله وقلنا له تعالى يا حبيبي نلعب مع بعض او عملت ايه النهارده يا حبيبي هتلاقيه ساب الموبايل فورا وقام يلعب او قام يجري حتى يعني انا سمعتها بنفسي انه طفل بيقول لمامته يا ماما انا بالنسبه لي اللحظه اللي بتقولي لي فيها آه تعالى نلعب يا حبيبي دي كان قلبي هيقف من الفرحه يعني عندي احسن من الموبايل فيا جماعه المشكله مش في اولادنا المشكله فينا احنا ككبار احنا اللي بنقوم واحنا اللي بنجتهد في ان احنا آه نوصل أه، ولادنا لبر الامان وما نخليهمش يعني يـ ينغمسوا في محتويات السوشيال بالضبط ميديا آه، بالضبط يا آه، ملهاش اي قيمه او اي فايده بالضبط, بالضبط علشان كده احنا المفروض الاباء آه يتعاملوا مع اولادهم صح حتى لو هيخلوهم يتعاملوا مع السوشيال ميديا برضو يسيبوهم يتعاملوا مع السوشيال ميديا صح بمعنى بمعنى ان السوشيال ميديا مش بس او الانترنت بس مش متوقف فقط على الجيمز او الفيديوهات المضحكه في حاجات ثانيه ممكن الاولاد يستفادوا بيها يعني ممكن يستفادوا من الانترنت بدل ما يحملوا جيمز ممكن يحملوا كتب بس خلونا آه يعني نقول حاجه مهمه خلونا ما ننكرش ان السوشيال ميديا يعني زي ما ليها سلبيات فهي ليها ايجابيات <تصفيق> يعني <تصفيق> اي حاجه في الدنيا هي سلاح ذو حدين السوشيال ميديا في اول الحلقه لما اتكلمنا هي اوفر واسهل وسائل الاتصال بين افراد الاسره المعاد يعني في السفر في الغربه في الت... يعني في تقضيه اللحظات السعيده بنشارك بعض عن طريق شات عن طريق فيديو كول بنكلم بعض ده لو بين الاسرة طب احنا لو عايزين نشارك بقى الاطفال احنا عن طريق الاطفال احنا ممكن نساعد بعض يعني كاسره بدل ما انت ماسك التليفون وانت كام ماسكه التليفون نعلمهم انشطه جديده نفيدهم بمعلومات تخليهم يعني تساعد على تنشيط مهاراتهم تنشيط عقلهم يفكروا في العاب ان هم بينزلوها بدل ما ينزل لعبه لا هو ممكن ينزل لعبه بس يستفيد منها ومن قدراتها ومن مهاراتها ومش بس العاب هو ممكن كمان يحمل حاجات تانية تفيده يعني في نفس الوقت هيتسلى وفي نفس الوقت هيستفاد يعني مثلا لما يحمل كتب عشان يقراها طب ما ده برضه هيخليه يستفاد حتى لو الكتب مناسبه لسنه هو هيستفاد وفي نفس الوقت هي... هيكون برده بيشغل وقت فراغه وهيكون أيوة. بيتسلى هي الفكره كلها ان احنا السوشيال ميديا احنا قلنا ليها سلبيات وليها ايجابيات بس احنا مشكلتنا ان احنا ممكن نكون بنختارها غلط او بن... او بنركز عليها ان هي بنختار الغلط فيها بس مع ان احنا ممكن برده نخلي اطفالنا مثلا نعلمهم انهم مثلا يعملوا سيرش على برامج ترفيهيه جديده ممكن, ممكن. نمارسها كاسره مع بعض يعني هتلاقي الطفل نفسه بقى يقعد على الموبايل عشان يجيب افكار جديده ازاي يستمتع بوقته حتى مع اسرته او ايوه صح احنا مشكلتنا بس ان احنا بنستخدم السوشيال ميديا غلط وهي دي المشكله اللي احنا بنقع فيها ونيجي نسال نفسنا انا قصرت في ايه او انت قصرت في ايه بيجي التاثير كله على على طفل صغير هو لسه مش م. فاهم حاجه هو شايف اب وشايف ام او شايف اللي حواليه عموما ماشيين بس بالتليفونات مع اني بره فعلا زي ما زميلتي سالي في اول حلقه اتكلمت قالت ان هم بره بيتعلموا عن طريق التليفون إحنا هنا بنلعب بنهزر يعني يعني حتى مشاركة اللحظات السعيدة بقت الناس تفتكرها غلط. هو ما فيش مانع من استخدام الموبايل عادي كترفيه أو كتسلية للكبار أو للصغار، بس طبعًا. لازم يبقى في حدود، آه والحدود دي لازم تبقى على الأطفال بشكل كبير جدا، إحنا دلوقتي بقينا بنشوف الأطفال لسه ما كملوش الخمس أو ست سنين وكل واحد معاه تابلت أو أيباد آه محمل عليه جيم. ببعض، أنا زميلي عنده جيم، أنا عندي عنده آه تابلت وعنده موبايل، فدي بتبقى مشكلة. غير إن ال يعني الجيمز اللي منتشره الفتره دي هي مش عرفة. مش مجرد تسليه هي هي بتربي في الاولاد جزء من العنف او جزء من كبير. التحديات ان هم يكرهوا بعض ويأذوا بعض بيها هم الموضوع عايزين هم عايزين فكره اللي هو انا عايز العب بس هي دي اللعبه اللي عجباني بس المشكله هنا ان مفيش حد بيراقب يعني مفيش ما هو ماسك التليفون وقاعد لوحده طب بص عليه بيعمل ايه طب ليه ما تخصصلوش وقت امسك التليفون ما تمنعوش ان هو يمسك تليفون على فكره ويلعب بيه بس في وقت معين يعني في وقت للتليفون في وقت للعب في وقت للدراسه في وقت ان انا لازم بقى اراقبه اقعد معاه اشوف هو بيعمل ايه يعني دلوقتي بقى في برامج بتنزل على التليفون بيراقبوا بيه سن الطفل يعني يقدر يمسك ايه او يتفرج على ايه او يشوف ايه لا دلوقتي بقى كل الناس انا عشان اريح دماغي بقت اجيب ست. تليفون لابني م. هو في ايده اه بسيبه له بقى طول اليوم طول اليوم هو بقى. ما يعرفش ابنه بيتفرج على ايه ولا ابنه بيلعب ايه وحتى ما بيتابعش كميه الفترات اللي هو الولد بيقعد, بيقعد بيها بالموبايل في اليوم لا انت عارفه لاحظتي ايه كمان؟ هديها التليفون او هديله التليفون يلعب عشان يشغل وقته على ما اخلص اللي انا بعمله على فكره انت ممكن تلعبيه بالظبط هو اصلا ما مخلص. بيخلص طب انت ممكن لو انت واقف في مطبخ بتعملي اي حاجه ليكي انت ممكن برضو تخليه يشاركك يعني هو لو طفل صغير المشاركه دي حلوه كأنها, <applause> كانها كانها لعبه بتطبخي حاجه خليه يساعدك في الطبخ حتى لو هيعك بس او في الوقت او في نفس الوقت بيكون بيشغل وقته وبيستفاد بس بدل ما يكون ماسك حاجه تاذيه او مثلا تخليه يقرا يقرا كتاب تجيبي له كتب او روايات اطفال تقوليها تقولي له تحطها قدامه وهو هيقراها كلها او هيمسكها ويستفاد بيها لانها لنا رسومات والوانها تجذب انتباهه بالضبط زي الموبايل الموبايل هو ماسك الموبايل هو لي. حتى ممكن كمان يكون في تنظيم ان هم مثلا ينظموا وقت ان انت المره يعني دلوقتي انت هتقعد على الموبايل هنعمل كذا أيوة. آه مثلا بعد ساعتين ثلاثه هنقعد على الموبايل آه نعمل كذا يعني ندور على كذا انشطه جديدة. جديده كل الكلام ده يعني بس الحقيقه السوشيال ميديا مش بس بتاثر على الطفل ده حتى كمان الكبار طبعا يعني دلوقتي مثلا لما تبقى الام آه سايبه اولادها الكبار ماسكين الموبايلات 24 ساعه مش عارفين يعني عندهم مشاكل كتير بس الام ما تعرفش عنها اي حاجه هم ممكن يكونوا بيكلموا ناس تانية ويحكوا لهم المشاكل دي بس في نفس الوقت بدل ما يحاولوا ان هم يساعدوهم أيوة في المشاكل دي بيؤذوهم لا هو فعلا هي هي هنا الاذيه كبيره ليه علشان احنا سايبين حد بيتعامل لوحده يعني كل لما السن بيكبر هو اصلا من هو صغير لما يكون طفل انت لسه بتقولي خمس او ست سنوات هو ماسك تليفونه وقاعد لوحده هو لما بيكبر ده بيبقى فيه توحد بيبقى فيه اكتئاب انا بقابل حالات كتيره جدا من اطفال صغيرين هو تيجي تكلمي مودي وشه الناحيه التانية هو عايز بس يبص في التليفون اللي ماسكه عايز يبقى هو باصص اللي هو انا مش هبص لك مش هتكلم معاكي بس لما الام بتيجي تشتكي هي اشتكت الشكوى الغلط لان انت اللي من الاول عايزه تريحي دماغك له التليفون عشان يلعب فهو قاعد لوحده سلبيات السوشيال ميديا لو احنا استخدمناها بعكس الاتجاه اللي هي تبقى ايجابيات هتنفعنا، ان احنا نعرف طفلنا ازاي يبقى عنده قدره، احنا ممكن نشجعه ان هو لو عمل حاجه ممكن يبقى من العباقره اللي احنا بنسمع عنهم، يبقى عندك تفوق في قدراتك، عندك تفوق في المهارات التواصل، يعني التليفون ده منع ناس كتيره جدا ان هي تبقى مع الاصدقاء او تبقى مع يعني مع اصحابهم او مع افراد العيله. بالظبط يعني هو ده انا بتكلم فيه ان التليفون منع ناس كتير ان انا اشوفهم في الاخر الاهل بيشتكوا للاسف بتبقى يعني شكوى متاخره او هم أيوة. السبب فيها ابني مش عاوز يذاكر مش مركز في مذاكرته لكن في الحقيقه احنا من البدايه سلمناهم الموبايل وقلنا لهم اعملوا اللي انتم فعلا عارفين. يا سالي السوشيال ميديا نقدر نستغلها صح ولو استغلناها صح حياتنا هتمشي صح بس يا ريت ما نخليهاش تاخد كل وقتنا يا ريت نحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر ان احنا نستفاد بكل لحظه نكون موجودين فيها مع ابائنا يعني نستفاد بحب بحبهم لينا ونستفاد بخبراتهم في الحياه نقعد معهم اطول وقت اطول وقت ممكن لان احنا بعدين هنندم جدا على كل لحظه ضيعناها وانتوا كمان تقدروا ان انتوا لازم تستغلوا الفرصه في قعدتكم مع اولادكم وتربوهم صح وتكلموهم صح لان برضو لما لما الوقت يعدي انتوا هتندموا جدا ما تخلوش السوشيال ميديا تسرق منكم اللحظات الحلوة لأن, لأن العمر لحظات ولكن بعض اللحظات عمر وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في برنامج بيقولوا استنونا الاسبوع الجاي في حلقة جديدة وموضوع مختلف دمتم بخير